السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير لاباس عليك؟ جمعة مباركة. الله يبارك فيك لالا. حياكم حيا مستمعين داخل خارج الوطن الحبيب. بارك الله فيك لالا فاطمة. الحاج عندي واحد التساؤل، وقبل من التساؤل بغيت منك واحد الدعاء. الله يجازيك بخير، راني عيانه شويه الله يحفظك. وعندي سؤال على حول رمضان، يعني كيف هاد الايام؟ وانا متمنيه ان شاء الله نصوم شوال، وهذاك الدين ديالي غنخليه من بعد، ونقسمه يعني غنديروا غير الاثنين والخميس ونكملوا ان شاء الله باذن الله. نعم، هذا هو السؤال اللي عندي. وعندي واحد السؤال اخر، واحد السيده توفات من العائله هذا مؤخرا يوم الاثنين ان شاء الله، يوم الاثنين الماضي توفات، ومسكينه ما صامتش، يعني واش عندها شي قضاء ولا شي حاجه؟ نعم لا باذن الله. هذا هو السؤال ديالي. واخا بنتي فاطمه، الله يطول عمرك والله يتقبل منك يا ربي، يشافيك ويعافيك ويمتعك بالصحه والعافيه وتمام العافيه. الله تعالى هو الشافي، الله تعالى هو المعافي، وهو على كل شيء قدير. شكرا لك فاطمة على تدخلك. بالنسبة للنساء اللي كيوقع عليهم العذر في رمضان وكيفطروا واحد الأيام معينة ثم بعد أن ينقضي رمضان يأتي شوال، واش يصوموا الدين ديالهم والول عاد يكملوا شوال، أم أنهم لهم الخيار؟ طبعا هناك رأي فقهي كيقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه من شوال، فقالوا بأن الإنسان اللي ما صامش واحد الأيام من رمضان كان رأي قال بأن ربنا عز وجل قال لنا فعدة من أيام أخر، فالإنسان له أن يبقى مدة طويلة ربما السنة بكاملها، أعطانا الله تعالى الفضل للسنة بكاملها، فهو مخير أنه آخر أيام شوال. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تؤخر صيام شوال إلى شعبان، فقالوا هذا مباح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وجميل أن الناس من اللي كيبغي يصوموا الديون ديالهم كيصوموا في أيام الفضل الاثنين والخميس أو في الأيام البيض، هذا كله فضل كبير. فالفقهاء بين ميسر وبين متشدد، يعني بين مرخص وبين ميسر، فالإنسان يفعل ما يناسبه، لأن الناس مقامات، واختلاف العلماء رحمة في تيسير على الجميع. أما بالنسبة لهذه السيدة الفاضلة التي توفيت ولم تصم، لا شيء عليها إذا أدركتها الوفاة في الصيام، هذه لا شيء عليها. العلماء قالوا بأنها لم تتعمد أنها تؤخر القضاء أو الفدية لأنها توفيت، جاءت الموت بغتة. وإن كان الأولى أن أهلها وذويها ووليها وورثتها يؤدون عنها الواجب. هذه الأيام اللي هي كانت مريضة ولم تصم، يعني يقسموها فيما بينهم ويصومونها، فإذا تعذر عليهم فعليهم أن يخرجوا فدية عنها فدية. أما إذا لم يفعلوا شيئا من ذلك فلا حرج عليها، لأنها لم تكن لها الخيار بالموت، كانت صائمة جاءت الموت البغتة. متى الإنسان يلام؟ إذا كان مريض ثم انقضى رمضان وبقيت أيام طويلة وهو سليم صحيح وأهمل الصيام ثم أدركت الوفاة، هذا وجب على أهله وذويه أن يؤد عنه القضاء أو الفدية. الله يرحم الجميع ويبارك في الجميع، اللهم أمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يرحم لك الوالدين، كدايرين بخير؟ بارك الله فيك دالة خديجة. كدايرين الوليدات؟ كدايرين الوالدة الله يرحمها يا ربي ويوسع عليها، هذا النهار المبارك يا ربي. اللهم أمين الشريفة، الله يطول عمرك. تسأل رحمة والدي الدعاء عليا مع الوالدة مسكينة، عند واحد العملية فادني إن شاء الله. مرة مسكينة كبيرة عندها 80 سنة، فيها سرطان مسكينة رحيم، طب الله عليها الشفاء يا ربي، طلبوا الأسي طيب الله يرحمك الوالدين، دعينا معها بالشفاء إن شاء الله يا ربي. الله يربي يشافيها ويعافيها يا ربي، وجميع المرضى المسلمين كاملين يا رب العالمين، طلبوا مولانا يا ربي دعينا، ومع الزوج ديالي ومع الوليدات ومع
الاخوان ديالي الزوج ديالي خوتو كل شيء باذن الله تعالى. شكرا لك لاله خديجه. يا ربي يا كريم نطلب الله سبحانه وتعالى يشفي لك هذه الوالده. هنيئا لك هنيئا لك بالعنايه بها. الانسان كي ما يفرطش، انسان مريض لابد اننا نخضعه للعلاج، كنديروا جهدنا باش نحفظ باش يداوى ويتعالج ويصح، جهد المستطاع. ما لا يدرك كله لا يدرك جله، ولكن من بين الاسباب ديال العلاج كما كان هناك الدواء والمصحات والمستشفيات، كان هناك الدعاء. نكثروا لي من الدعاء، لان الدعاء به الله عز وجل يغير القدر، به الله سبحانه وتعالى يفتح ابواب الرحمه. فاللهم يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين شافي هذه الشريفه. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. الله يشفيها ويعافيها ويطول لها العمر ويزكي لها الاعمال ويحفظ الاخوان والاخوات ويجمع الشمل ديال العائله ويجعل ايامكم المقبله بالافراح والمسرات، انه سبحانه وتعالى سميع وبعباده رحيم. الله يكمل لك الرجاء. شكرا لك لاله خديجه. الو لاله مباركه. لاله مباركه الله يطول عمرك دكتور، حياك الله لاله مباركه. الله انا كنت دويت معك شحال هذا وكان طوني ما شد ليا الخط، نبت اليوم ان شاء الله ندوي معك. الله يجازيك بخير، الله يرحم لك الوالده ومبارك عليك رمضان، الله يطول عمرك حفظك الله ورعاك الشريفه. كنت قلت لك راه ارمله ومسكينه مع مريضه وما خدامهاش، بغيت ان شاء الله تدا لي مع واحد البنيه ما عندها العكس، وبغيت كما قلت لك راه كنت ما خدامهاش، وقلت لي عاوني ان شاء الله في الكرا والا بقى العمر ان شاء الله. الله يجازيك بخير استاذه ودكتورنا، الله يرضي عليك. الله ياك عقلتي عليا. اي عقلت لك لاله مباركه، عقلت عليك الشريفه، عقلت عليك هي. كان عندي الدراري ودير لي الدعاء للبنيات كانوا كيدابزوا، وبغيت وحده ما عندهاش ما خدامهاش، كلشي ما خدامش، وبغيت ان شاء الله يقرا، وبغيت هذيك اللي كملت تخدم ليا ان شاء الله حتى هي ديما ما عندهاش عندها العكس ان شاء الله لاله مباركه باذن الله الواحد الاحد. نحتفظ بالرقم ديالك، راني كان من قبل خديت الرقم ديالك لاله، كنتذكر وبعثوا لبعض الناس في مراكش اللي قرب ليك، ملي كيتواصل معايا شي حد هكذا كيطلب المساعده كنحاول ناخذ الرقم ديالو ونبعثوا للمدينه ديالو اللي قريبه لي. الا كان عندي شي معارف، الا كان عندي شي معارف واحبه كنقول لي هذا فلان او فلان. وفي مراكش عندي شي احبه طيبين رجال ونساء صلحاء، كنستعن بهم بعض الاحيان، ربما ما كثر عليهم الشغل وربما نسوك لاله. معذره الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك، الله ينورك بنور الله. على كل حال الشريف لاله مباركه، ربي اسمه الرزاق ذو القوه المتين. احنا في هاد الساعه المباركه المسعوده في خاتمه هذا البرنامج في هذا اليوم الاغر الجمعه الثانيه من رمضان، ندير واحد الدعوه ديال الخير بها ربي عز وجل يرزق الجميع. نطلب منك لاله مبروكه، فقط نطلب منك كل ليله غتقراي سوره الواقعه، كل ليله قراي سوره الواقعه، وبالنهار بقاي تكثري من الاستغفار، الاستغفار الاستغفار الاستغفار، وغتشوفي بان الرزق سياتي اليك. هذه وصفه يعني مجربه مليون في المئة. شحال ديال الناس كانوا كيتواصلوا معنا ضعفاء فقراء، كنت كنقول لهم هذه الوصفه يديروها، كيديروها بصدق ويقين. بعد مده كنعاون نتواصل معهم كيقول لك والله الا نحن في سعه وفي خير كبير، ربنا يرزق من حيث نحتسب. لان من قرأ سوره الواقعه بالليل ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بالنهار، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم يا ربي يا كريم يا حنان يا منان يا عظيم الشان، ببركة شهر رمضان وببركة نزول القرآن وببركة الصيام والقيام، اللهم يا حنان يا منان جميع عبادك الضعفاء والفقراء والمحتاجين، أنت وليهم وأنت رازقهم وأنت الغني وأنت على كل شيء قدير. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتجلى علينا وعليهم وعلى كل عبادك المؤمنين، تجلى علينا بالعطاء، تجلى علينا بالكرم، تجلى علينا بالجود،
تجلى علينا بالإحسان. اللهم ارزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبا، رزقا واسعا كريما. وباعد يا ربنا بيننا وبين القرش الحرام، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزق عبادك الضعفاء رزقا واسعا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وشاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا رب كل من كان منا مريض أو سقيم، اللهم اشفيه وعافيه وداوه ببركة قولك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.